أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن آخر الأخبار، وبنبدأ مع بروك لازنر من وورك رسلينج. يقولون احتمال كبير نشوف بروك لازنر موجود في عرض ماني ان ذا بانك. والله شيء بديهي، يعني الكل متوقع الحبيب يكون موجود. وقلنا بطريقة ما دومينيك ميستيريو بيفوز على كودي رودز وبيكملون مباراتهم الثالثة في سامر سلام. حلو، فاهمين السالفة، بس شو بيكون نوع المباراة؟ شفنا أخبار بأنه بيكون حبل الثور أو يمكن هيلين السل، حتى الآن ما ندري. بس الوجهة القادمة للكابوس الأمريكي شو بيكون؟ لأن المفروض في النهاية كودي رودز يفوز. هل بيروح للقب العالمي؟ هل بنشوف هذا سيث رولينز؟ نعم، لأنه بيكمل مع الشركة، والثاني بارت تايمر. وأنا ما أشوف سبب لكودي رودز أن ينافس رومان رينز غير لو فاز بالرويال رامبل أو بطريقة ما قالوا في إليمينيشن تشيمبر. المنافسين من رو وسماك داون بيلعبون في الزنزانة، والفايز فيهم بينافس رومان رينز. مع أني أحب كودي، بس ما نبغى نشوف المباراة هذه مرة ثانية في راسلمانيا. والمرة الأولى بتقول لي غشوا سولو ساكوا تدخل والأوسوس كانوا موجودين، كل هالأمور. وكان في خبر ثاني بعد أن سيث رولينز بينافس رومان رينز في سباب السيريس، يعني النوع هذا عرض رو ينافس سماك داون وبنشوف مباريات بين الأبطال عجبتني قبل، وما عندي مانع ترجع. سيث ضد رومان، جونثر ضد أوستن ثيري، والحبيب هذا مختفي ما قمنا نشوفه، ايه ولا كأنه موجود. حد سامي زين وكيفن أوينز شو بيسوون ضد بعض؟ شايلين اللقبين يا شباب. يمكن نشوف حاملي ألقاب التاك تيمز في NXT اللي هم جالوز، ودام شفنا كارميلو هيس في ماندي نايت رو أتمنى ينضم للمباراة، أو تدري شلون يخسر اللقب وينضم لعروض الرئيسية. الولد موهوب ويستاهل، حالة حال بروم بريكر. هل اثنين جاهزين يا شباب؟ بعدين من ديف ميلتزر يقول جيبل ستيفنسون أبهر الناس وراء الكواليس بأسلوبه في الحلبة، ويقولون أنه جاهز يقدم مباريات. وأنا ما تابع NXT بس شفت أنه بيرجعون رو أندرغراوند مع ديميان كيمب، النجم هذا اللي يعجبني كثير، وجيبل ستيفنسون أخوه، شفناه يدرب إيدي ثورب اللي كان كارل فريدريكس في نيو جابان قبل ما يلعب مباراته ضد ديميان كيمب. فأتمنى نشوف نبذة من الولد. إيه في المباراة القصة واضحة، ما أبغي أخرب عليكم، بس شكله بيجلب على الحبيب، إيه بينضم مع أخوه من وجهة نظري. نفس الشيء جوليوس كريد من الكريد بروز، هم الإدارة مهتمة فيه إنه يتصاعد لعروض الرئيسية. ناس ما قلت بروم بريكر وكارميلو هيز جاهزين، فليش ما تصعدونهم وتفكرون بالشباب الثانيين؟ إيش دعوة؟ متارسين عينكم، ولا يمكن شون مايكلز ما يبغى يتخلى عنهم. نرجع لماني ان ذا بانك، هم من وورك رسلينج يقولون معظم الناس ورا الكواليس في الدبليو دبليو اي يعتقدون ان لوغان بول بيفوز بالحقيبه، بس في اسامي ثانيه مثل الي نايت وديميان بريست هم يقدرون ياخذونه. والله ما بقى حد، قول باقي الاسامي بعد. والله العظيم خبر، اختار اسم واحد مو تقول الكل. وانا فاهم اليوتيوبر بيجيب لك مشاهدات، بيكون موجود في الميديا وبيعمل ضجه في كل مكان، بس نبغي نصدق يا فينس ماكمان او تريبل اتش ان المصارع اللي معاه الحقيبه يقدر يفوز باللقب. وهل عندك نجم ثاني اوفر ويحبون الجمهور يتفاعلون معاه في كل ظهور مثل الي نايت؟ لا، ديميان بريست يستاهل، ولكن الرجل المناسب في المكان المناسب هو الميجا ستار. نعم بلا منازع، وغير هذا لو ما فاز بالحقيبة بجلب العرض فوق تحت. وخبر ثاني من الولد، هالمرة من فايتفول، يقولون الخطة القادمة أن لوغان بول بيقدم عداوة مع البرولينج بروتس بعد ماني ان ذا بانك. والله حبي إلي نايت غسل لوغان بول، فمنطقيا لازم هالاثنين يكملون مع بعض. وإذا مش حاب تشوف الموضوع هذا، أنت عندك عداوة جاهزة بينه هو وريكوشي بعد اللحظة اللي كانت في الرويال رامبل، فما يحتاج نشوف البرولينج بروتس ضد الحبيب. عاد لو شيمس لعب ضده بيغسله بدون لوكس، والله العظيم كيف يتحمل ضرباته؟ ما أدري. ونفس الشيء هالخبر نشوفه قبل كل بيبر فيو، هو أن راندي أورتن يمكن يرجع في ماني إن ذا بانك. والله أتمنى نشوفه بأسرع وقت، بس أنا مليت، كل شهر نفس الموضوع، راندي أورتن قريب، حتى سمعنا أبوي يقول والله وضعه تعبان بس يمكن يرجع للحلبات. ما ندري، وأنا ما أبغي أتحمس، مع كل احترامي والله العظيم، لأني أحب الرجل هذا، قدم الكثير للمجال، وواحد من أفضل المواهب اللي كونت WWE. فمرة ثانية بخف الحماس، وإذا رجع أكيد بستانس. غير هذا المباراة جاهزة، يعني جونثر ضد مات ريدل بيفوز المباراة، بعدين جماعة امبيريوم بيهاجمونه، تشوف راندي أورتون موجود RKO على الكل، ويكون الفريق RK برو مرة ثانية. بس ما أعتقد نشوفه، أحس أنه مطول مع الإصابات، لازم يريح أكثر. لو بيكمل كمصارع المفروض يخفون الجدول، يلعب مباريات بس في البيبر فيوز وما يضغط على جسمه. بعدين فينس ماكمان، نعم موجود، نفس ما قلت في سماك داون الأخير حسيت أن فينس ماكمان هو اللي كاتب السكريبت،
فالدبليو دبليو اي والإدارة مع تريبل إتش قاموا يعلنون عن مباريات قبلها بفترة، أسبوع أسبوعين ثلاثة، عشان يوم فينس يوصل ما يغير كل شيء. يا عمي حتى لو تعلن عن 15 مباراة، إذا الشايب وصل عادي يكنسل كلهم ويقول لك لا أنا أبغي أشوف اليوم آر تروث ضد تايتس أونيل، وأنت غصبا عن شكلك بتقدم المباراة هذه. مع كل احترامي يقول والله في طريقة نوقفة ما تقدر عليه بعد الشنب اللي شفناه في اللقاء الأخير مع انديفر يوم كان معاهم وكذا. خلاص هذا فعليا تحس البيج بوس، لا نعلن عشان ما يغير. ايه خف علينا. ننتقل لعالم AEW. أول شيء خلنا نسولف عن الريتنج. نعم المشاهدات لداينامايت ما كانت زينة أو إيجابية نقدر نقول، لأن 800,000 مشاهدة هذا بعد البيبر فيو. وأكون صريح معاكم الكارد ما كان ملغم، ما تهنوا هالأسبوع حتى في كولجن، تعرفون بيكون في ماني إن ذا بانك فاهم، لأن في بريطانيا بنشوفها الساعة 10 أو الساعة 9 بتوقيتنا، توقيت المملكة بيكون الساعة 9 أعتقد البري شو، ونقدر نشوف كولجن بعدين. حتى سي إم بانك بيكون موجود على طاولة المعلقين لمباراة سمو جو ورودريك سترونج، فما بيقدم مباراة بس متواجد الحبيب، وسجلوه مبارح فهالأسبوع ما بيكون لايف. وبعدين براين دانيلسون تعرفون جت له إصابة، نحييه كمل 10 دقائق ويده مكسورة. Well, so I was planning on wrestling on Wednesday this week. I don't think that's gonna happen because we think I fractured my right forearm with about 10 minutes left to go. And so بس الموضوع هذا خربت كل الخطط والعداوات القادمة في الاتحاد. لهذا السبب سمعتوني في بلاد ان جاتس قلت لكم لو براين مش موجود هل بنشوف 4-4 أو نقدر نخليه 5-5 مع شوتا أومينو ينضم مع البي سي سي، والطرف الثاني نشوف كوتا إيبوشي، بتكون أحلى من وجهة نظري. على الأقل مباراة واحدة عادي خلي الجمهور يستانس. توني خان كمون مان. وبعد البيبر فيو المفروض نشوفه في عروض الأسبوعية يقدم مباريات ويكون جزء من بلاد ان جاتس، بس الإصابة خربت الأمور. حتى بوبر هوم كان جزء كبير في كتابة القصص والعداوات في عرض كولجن، فشكله لو بيبتعد أتمنى يعني يتواصل معاهم على التلفزيون، على التلفون يقول لهم كم من فكرة وكذا، لأن صراحة أول حلقتين عجبوني كثير. وإذا بنكمل على نفس المنوال مع اللوك المختلف، الستيج، المعلقين، كل هالأمور تحس له طعم مختلف في العرض، يتواصل مع الإدارة والناس عشان يكون جزء من فريق الكتابة. شكرا لكم جزيلا على المتابعة والدعم المستمر، لايك وسبسكرايب لا تنسون، دائما أبدا بينكم ون. Putting safes in sleeper holes like I'm Roddy Piper. Cash my money in the bank then won all my titles. Stepping in a new dorm, shaking hands with rivals. Heading to that blue wall cause you have to fight.